تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى موجز أخبار الخامسة. أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالأحسن الوسلاتي بأن عسكريين آخرين استشهد أمس خلال تجدد الاشتباكات بين وحدات من الجيش الوطني ومجموعة إرهابية بجبل السلوم من ولاية القصرين، لترتفع حصيلة الشهداء العسكريين في هذه العملية إلى 3. وأضاف الوسلاتي أن عدد القتلى من الإرهابيين خلال هذه العملية بلغ إلى حد الآن 10، مشيرا إلى أن العدد قابل للارتفاع نظرا لوجود إصابات مباشرة في صفوف هذه العناصر. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني أن العملية العسكرية متواصلة بجبل السلوم منذ أمس الأول الأربعاء. دعا المشاركون في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة إلى الإسراع في وضع حلول عاجلة وجذرية لمشكل منطقة الحوض المنجمي بقفصة. المنتدى الذي يلتئم على مدى يومين بعنوان آفاق حل أزمة الحوض المنجمي أكد خلاله الحاضرون أن السنة الحالية تعتبر الأسوأ في نسبة الإنتاج والاستخراج، كما أجمعوا على ضرورة إعادة صياغة قانون مجلة المناجم، معتبرين أنه المكبل الأساسي لمختلف الحلول الممكنة لإخراج المنطقة من عديد المشاكل. دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية يومي 28 و29 من أبريل الجاري، باستثناء المسائل المستعجلة التي سيقع تحديدها لاحقا. وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على ما آلت إليه مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من تهديد حقيقي لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق وتصون الحريات وتجنب البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي. الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الجوار ودعم الخط الأول هي أولويات وزارة الصحة للمئة يوم القادمة من عملها، وذلك عبر تطوير الخدمات العلاجية في مراكز الصحة الأساسية المنتشرة بكامل جهات الجمهورية من خلال تقريب الخدمات الصحية للمواطن وتجنيبه عناء التنقل إلى المستشفيات الجهوية والجامعية. ومن أولويات وزارة الصحة أيضا البرامج الوقائية للنهوض بالبحث الطبي بالإضافة إلى الحوكمة في قطاع الصحة وتثمين القطاع العمومي. انطلقت فعاليات الدورة 32 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم لتتواصل إلى 3 من شهر مايو القادم. افتتح الصالون رئيس الحكومة وعدد من أعضائها ورئيسة منظمة الأعراف. تتميز هذه الدورة التي يشارك فيها أكثر من 800 عارض ومشارك بعودة مسابقات الابتكار بعد حجبها لأربع سنوات. قالت وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية ألقت القبض على رجل يشتبه في تورطه في قتل شرطيين وإصابة 2 آخرين في هجومين منفصلين بالرياض. وأضافت الوزارة أن المشتبه به كان يعمل بناء على تعليمات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. قال مدعي إيطاليا اليوم إن معتقلين يخضعون للتحقيق في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في إيطاليا ربما كانوا يخططون لهجوم على الفاتيكان، إلى جانب شن هجمات أيضا في باكستان وأفغانستان. نفذت الشرطة الإيطالية مداهمات في أنحاء مختلفة بإيطاليا استهدفت 18 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، اعتقلت بعض المشتبه بهم ومن بينهم شخص يعتقد أنه الزعيم الروحي للمجموعة. جددت مقاتلات ما تعرف بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية جددت غاراتها في العاصمة اليمنية صنعاء ومنشآت في محافظات آب وتعز والضالع ومأرب. تقول مصادر عسكرية موالية للرئيس عبد رب منصور هادي إن الحوثيين يخزنون الأسلحة داخلها. وكان عشرات القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين سقطوا مساء أمس في غارات جوية شنتها طائرات قوات التحالف. نختم بهذا الخبر. وقف قادة العالم في إرفان اليوم دقيقة صمت على أرواح ضحايا المجازر الأرمينية التي ارتكبها الأتراك العثمانيون عام
1915 أسفرت عن مقتل 1.5 مليون من الأرمن، فيما ترفض تركيا وصف هذه المجازر بالإبادة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام الموجز، نلتقيكم بإذن الله في نشرة الثامنة، إلى اللقاء.